السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومشتركي قناة أجيال أندلس. إحنا النهاردة هنتكلم عن هاشتاج لتالتة إعدادي. طبعا إحنا عملنا الهاشتاجات لكل الطلبة الناجحين. تالتة إعدادي كلموني كتير جدا عن حكاية هما فين من الكلام ده كله. تالتة إعدادي أنا بقدم لهم كل التحية الأول. الترم الأولاني يا ريت نعتبره مقياس لتالتة إعدادي. طبعا في ناس هتتظلم في الموضوع ده. فحكايه اللي انا اعتبر الثالثه اعدادي تنجح ده مش امر مستحيل. انا يا ريت ان اعمل هاشتاج ثالثه اعدادي فين من كلام الدكتور شوقي، هنقول مثلا هاشتاج طلبه ثالثه اعدادي ناجحين. طب هنعمل ايه بقى؟ في دكتور في جامعه الازهر كلمني، هنسمع المكالمه بتاعته اخر الفيديو، هسيبها لكم اخر الفيديو. دكتور محترم هتسمعوه وتشوفوا رايه ايه والطريقه اللي عنده. هو بيقول اللي احنا نعمل مقياس اللي هو مثلا اللي جايب 139 من 140 مش محتاج يمتحن، تمام؟ يبقى مش محتاج يقيم اصلا، هو كده كده داخل فين؟ داخل ثالثه ثانوي، داخل اولى ثانوي خلاص، يبقى ثالثه عليه كده خلاص. طب عاوزين نعمل ايه بقى؟ احنا عاوزين طلب الثالثه عليه كلها تنجح. ليه؟ لاسباب كتير جدا جدا جدا. اولها اللي احنا لسه في الازمه اللي احنا فيها، هنجيب لهم اماكن فين نعقمها واماكن فين نقدر نستخدم فيها الكم الهائل ده كله عشان نمتحنه. لكن عندي فكره تانية لو احنا ممكن نطبقها ده او دي موجوده. ايه هي الفكره؟ الفكره اللي احنا نمتحن في كل نادي، طبعا كل نادي في البلد اكيد في مكان واسع، في مكان ايه؟ واسع، مثلا الاستاد بتاع البلد او قريه او محافظه او مدينه ممكن نمتحنهم فيها، ده وجهه نظر. وبعض الناس يقولوا على حاجه زي كده، قال احنا عاملين اماكن واسعه. لكن انا بتكلم فيه دلوقتي ثالثه اعدادي هيذاكروا لغايه فين يا دكتور طارق؟ انت قلت لغايه ما تم دراسته فعليا، يعني مثلا لغايه شهر 3 شهر 4 نلغيه. اللي احنا بنطلبه من الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، بنطلب منه ايه؟ بنطلب منه اللي هو ينجح ثالثه اعدادي كلها. في ناس هتظلم ومش عارف ايه، لا هو كله هينجح بتقديرات الترم الاولاني، في ناس ما جابتش تقديرات الترم الاولاني. لازم يكون لهم حل، لازم اعمل مقياس. حكايه البحث ده مش نافعه خالص مع الابتدائي والاعدادي والثانوي، مش نافعه خالص يا دكتور طارق، واحنا هنتكلم عنها في موضوع تاني خالص. حكيت لنا كل ولي امر يخلي ابنه يخش على المنصه الرقميه ويعمل بحث والكلام ده كله، لا. احنا موضوعنا النهارده عن هاشتاج نجاح طلاب ثالثه اعدادي او حذف مناهج شهر 4 كاملا، لان الطلبه طبعا انت شايف مفيش دروس، شايف دلوقتي مفيش اي حاجه تخليهم يذاكروا. الطلبه بتلعب، انا منزل فيديو عن بعض الطلبه عاملين فيديو كوميدي كده عن قرارات الدكتور طارق اللي هو مفيش مدرسه، الاجازه بدات، انا اولادي نفسهم ما لهمش نفس يذاكروا. والله انا اقسم عليهم يذاكروا ازاي؟ هيخش على المنصه الرقميه ازاي؟ الطالب لو دخل المنصه الرقميه هيقوم داخل في ثانيه على اليوتيوب يقعد يتفرج على اي حاجه ثانيه او يجيب لعبه ويلعبها. طب الحل لازم يكون حل يا جماعه. الحل اللي احنا عاوزينه دلوقتي هاشتاج نجاح طلبه ثالثه اعدادي. اللي احنا عاوزين ننجح طلبه ثالثه اعدادي ان شاء الله. طبعا دكتور طارق هيكمل فرحتنا واحنا بنقدم له كل التحيه بالقرار الجميل جدا اللي هو نجاح الطلبه من ثالثه ابتدائي لغايه ثانيه اعدادي، واحنا يا ريت تكمل بقى جميلك يا دكتور طارق وتنجح لنا ثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي، لكن ثالثه ثانوي هنشوف. اللي احنا بنطالب بتخفيف المناهج، تخفيف لثالثه ثانوي علمي وادبي وفني وكل حاجه، والتعليم الفني طبعا هيبقى القرار احتمال بكره هيتم زيك وهيبقى زي التربيه والتعليم فعلا، واحتمال اولى وثانيه ثانوي فني سواء دبلومات او زراعي او صناعي، احتمال ده مش اكيد، احتمال فعلا يعتبرهم ابحاث بس او نجاح بس، يعني ده هنشوف الدنيا فيها ايه، لكن عشان نبقى نتكلم بثقه. فالنهارده انا بطالب الدكتور طارق شوقي الراجل السكره اللي بدا يبقى حاجه جميله، احنا خلاص عفى الله عن مسألة بقى دكتور طارق بقى والنظام، احنا عايزين بقى ننجح الطلبه اليومين دول، تمام؟ فدكتور طارق ان شاء الله هيكمل فرحتنا بخبر حلو لتالت اعدادي، بس نستناه قريب هنشوف. نسمع مع بعض بقى وجهه النظر بتاع الدكتور اللي كلمني، وهسيبكم تعرفوا هو مين الدكتور ده. دكتور في جامعه الازهر، راجل محترم جدا جزاه الله خيرا، هيقدم القصه او يقدم الاقتراح بتاعه. فانا بطلب من حضراتكم تكملوا الفيديو للاخر ونسمع الاقتراح، يلا بينا ونشوف معانا ايه. هنتظركم في التعليقات بعد ما نكمل الفيديو ان شاء الله. في امان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أسامة، إزاي حضرتك؟ أنا بشكر حضرتك باسم الملايين من أولياء الأمور على مجهود حضرتك اللي أنت عملته وما زلت بتعمله معنا، ربنا عز وجل يجعله في ميزان حسناتك. لكن لي رجاء أخير وأرجو من المسؤولين أن هو يحطوه موضوع الاهتمام. كلمنا على تلت إعدادي وتلت ثانوي، ضمت برضو أولادنا اللي احنا خايفين عليهم زي ما احنا برضو خايفين على أولادنا في النقل، وصحة أولادنا أهم من كل شيء. فأنا بقول تلت إعدادي امتحنوا الترم الأولاني سليم، فالدولة بقى عندها مقياس يقيسوا عليه الترم التاني، فإيه المانع أقل حقوق أولادنا من أجل المحافظة عليهم، من أجل المحافظة عليهم إن هم يقيسوا الترم التاني على الترم الأولاني. يعني الطالب اللي جايب مثلا 139 من 140 ده أكيد مش طالب بليد، مش موضوعي بقى غاشش مش غاشش، احنا الوقت لنا إن المجموع بمقتضى الورق حاكم على الطالب. إيه المانع من باب المحافظة على أولادنا المجموع انضرب في 2، اللي جايب 139 يبقى كأنه جايب 278، وبكرر صحة أولادنا أهم من أعلى الكليات بل من أعلى الدرجات. فتلت إعدادي مقبول جدا 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 أنها تتحل مشكلتها، هو ده اللي بنطمع فيه، هو ده رقم 1 و2 و3 و4. طيب لو كان بقى ولابد من دخولهم الترم الثاني، وارجو الا يكون، على الاقل خالص خالص وده امر بديهي يتحذف لهم من المناهج من بدايه ما قعدوا من اول نص 3 لاخر المقرر يتحذف. بالنسبه لثالثه ثانوي برضو حق برضو اصيل من حقوقهم ان هو يتحذف لهم من اول نص 3 لاخر المقرر، هو ده عدل الله عز وجل. ما احنا مش معقول نبص الناس ونسيب ناس خالص، ما نخففش عليهم اي درجة من درجات التخفيف. والامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحتى في نهي عن تفضيل احد الاولاد على الاخر في العطايا. فما بالكم بقى بالمذاكرة، والمذاكرة محتاجة مجهود ومحتاجة سهر وعناء ومشقة وتحصيل وامتحان وضغط أعصاب. فأرجو يعني وضع هذا الأمر موضع الاهتمام. أسأل الله العظيم إن الفويس بتاعي ده أو الرسالة بتاعتي دي تجد اهتماما عند المسؤولين، وفقهم الله لكل خير. شكرا يا أسامة بيه، وربنا ينفع بحضرتك دائما. دكتور إيهاب، دكتوراه بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.